بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن الحقيبة الطبية لدى الحجاج، يعني الحجاج يا إما مثلا شخص عادي مفيش فيه أي حاجة، وشخص تاني مريض كرونيك اللي هو إيه، مثلا عنده ضغط فلازم يكون علاج الضغط موجود، عنده سكر، طب السكر ده برشام ولا أنسولين، طب الأنسولين، طب هو معاه الحافظة بتاعة الأنسولين، طب هو بيحافظ عليه، طب هو عارف المواعيد، طب هو المفروض يكون مع حد ولا المفروض يطلع لوحده. تالت حاجة الأزمة طبعا، يعني أكيد مثلا لازم يكون بيستعمل البخاخة صح أو بتستعمل البخاخة صح. طبعا لو بياخد شورت أكتنج زي الفنتولين أو الفنتال طبعا لازم يكون معاه كمية ستوك برضو منها، فده معروف يعني. فعندنا الكرونيك وعندنا الشخص العادي. الشخص العادي أكيد يعني بيبقى معاه يعني ده كرونيك وعادي. وقبل ده كله عندنا نقطة تانية اسمها الفاكسين، هنتكلم عليها بعدين. يعني دلوقتي في الكلام في الحاجات العادية مثلا زي خفض الحرارة، عندنا مثلا زي الباراسيتامول أو الانس ايد، زي الايبوبروفين، الايبوبروفين أخف حاجة على المعدة، الباراسيتامول ده أمن حاجة. فدلوقتي على حسب المرض بيكون المسكن، فمش كل المسكنات تنفع لاي حد، وفي ذا بيست مسكن يعني اللي متفصل على الدواء اللي انت بتاخده او المرض الموجود. يعني تاني حاجه الانفلونزا، يعني في نقطتين يعني هنا موجودين في مصر، عندنا نقطه المضادات الحيويه هنا في مصر ناس كتيره بياخدوها عشان موجود في السعوديه، مش ما ينفعش تطلع الا برشته طبيه بوصف الطبيب، يعني فدي نقطه. وهنا برضو يعني بجمله الاول برضو السرنجات مكانها الطبيعي المستشفى، ما ينفعش سرنجة تتباع في صيدلية، فدي نقطة. فهنا في مصر مثلا هنا بياخد مثلا أي حاجة فيها أزيثروميسين بالخمس ست علب ولا حاجة، مع الكوجستال أو الكوميتريكس أو الأنتي فلو أو أي حاجة اللي هي الكومبو مع بعض التلاتة دول. يعني بعد كده الكريمات المرطبة، الكريمات المرطبه مثلا يعني كبير ولا صغير، مثلا الصغير مثلا ممكن نديله زنك اوليف، الكبير مثلا ممكن يعني نعلى شويه مثلا بتكسا كورت ولا حاجه. وبين برضو الفازلين والنيفيا، ممكن في منتجات عاليه برضو زي ميلي جود الجل او اليوسيرين او سيرافي، فنفس الفكره برضو. يعني بعد كده عندنا الم العضلات، العضلات بتوجعني، يا اما مثلا يا اما اخد كريم يا اما اخد حبوب، فمسكن ولا باسط عضلات ولا في الاثنين مع بعض. اشهر حاجه مثلا عندنا المايوفين. بعد كده عندنا اللهم صل على النبي كريمات الجروح واللصقات، يعني دلوقتي يعني لو نفتكر مريض السكر ومعرض للجرح وكده، لو شخص عادي اكيد مش هيحتاج، يعني ما بين مثلا الفيوسيدين ينفع يتحط على الجرح، ما بين الهيلوفور عشان يساعد على الالتئام، وبين برضه شاش الفازلين والغيار والشاش واللزق وكده، فعلى حسب الشخص يعني. والشخص ده اصلا يعني حتى لو معاه الحاجه يعرف يعمل لنفسه ولا مش عارف يعمل لنفسه، يعني فدي بيزكس وكده. بعد كده الميه 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 الميه، اشرب ميه كتير، لو مش عطشان اشرب، لو عطشان اشرب، فما ينفعش يكون عطشان وما تشربش يعني عشان الكليه وكده. يعني برضو يعني عندنا برضو الاملاح معالجه للجفاف، عندنا البيديالايت تعبت برضو حلو جدا. دلوقتي يعني لو حد عنده اسهال، علاج الاسهال مش ببرشام الاسهال، علاج الاسهال انك بتعوض الحاجه اللي انت فقدتها، فانت بتشربها يعني عن طريق الفم يعني او عن طريق المحاليل، يعني المحاليل اللي هي المشروبات، يعني اكيد يعني ما فيش حد على محلول يعني وكده، وربنا يعني يشفي. بالنسبه برضو للنساء وكده او الرجال عموما اللي بيبقوا مهبطين او ضغطهم واطي، عندنا اللهم صل على النبي المخللات، المخللات او الترشي او ايا كان، يعني اطلب مخللات، خلي معاك مخللات دي زياده، عارف مثلا انت بتهبط او الشمس والارهاق وكده ممكن تاخد خلال يسد معاك او الباور، فنفس الفكره الاسهال الحاد طبعا اكيد معانا برضو علاج الاسهال. بالنسبه مثلا حد عنده 70 او سنه او 80 سنه وطبعا مركب طعم اسنان، فطعم الاسنان لازم يغسله، يمكن اشهر الحاجات المشهوره الموجوده يعني عندنا الكوريجا. بعد كده عندنا المغص والتقلصات، انا بحب جدا الفيسرال جين، وغير طبعا الباسكوبان والبريمبران، فنفس الفكره يعني. بعد كده عندنا الحموضه، ممكن ناخد اللي هو ال 40 مللي جرام اللي هو مثلا كنترلوك 40 او نيكسام 40 او بنتلوك اللي هو بيحمي المعده عشان من اي حاجه بقى وكده. في نفس الوقت برضو انت رايح الحج يعني ميه زمزم طبعا المباركه والمود العام والصلاه وكل حاجه، فتقريبا يعني ما بقاش في اكل على قد ما هي روحانيا اكتر. بعد كده عندنا الحمايه من الشمس، يعني اول حاجه على حسب لون البشره، يعني اللي قدامي ده اكيد لو شخص نيجرو او اسمر اكيد مش محتاج الحمايه من الشمس. عندنا المشكله بقى في الخمري او اللي عنده تحسس البشره زمان غير البشره دلوقتي، ممكن شخص خمري يعني من جده او والده من 20 سنه فمعاش حاجه، دلوقتي الناس عندها تحسس. يمكن افضل الحاجات الانسيلوس بتاع الرش، وعندنا برضو بتاعت افن، في برضو حاجات برضو كويسه. بعد كده اخر نقطه عندنا تاخير الدوره الشهريه، اول حاجه حبوب الدوره الشهريه مش من نفسها، لازم تكون باستشاره الطبيب. برضو نفس الفكره تفصيله حبوب منع الحمل لكل فيميل على حده، يعني مش كل مش ده نفع مش ده عشان بتاخد دي حاجه معينه ينفع مع كله، وفي حاجات يعني في خيارات كتير يعني في الحبوب، في الحبوب وحلول تانية غير الحبوب. وربنا يا رب يكرم كل مشتاق يا رب بالحج، وربنا يكرم الناس كلها امه محمد صلى الله على محمد.